اكشن. سلام 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 عليكم، معاكم موسى الحلو، مبارك عليكم الشهر ماي فريند، وربي يتقبل الصيام والقيام. رمضان مبارك على الجميع. انا عارف انه الصيام متعبك وانت من دون شي بائس وحياتك ملل، لهيك حبيبي المتابع اتركك انا لحالك برمضان، اتركك بازمتك، اعوذ بالله. جاي اليوم ماي فريند اضبط لك مودك البائس بمجموعة فيديوهات منتقاة بالتعاون مع صفحة سكالمبو، وشكرا لصديقي احمد مدير الصفحة لانه بعث لنا الفيديوهات يلي انا صراحة والله لسه ما شفتهم، هنشوفهم مع بعض ماي فريند. ونبلش مباشرة مع فقرة اتحداك تضل صايم. طبعا حساب صفحة سكالمبو وحساب احمد بتلاقوهم بصندوق الوصف تحت، اذا بدك تابعوا لا تنسى اللايك. خلينا نبلش مع اول فيديو، شوف ردة الفعل عليه، ان شاء الله يا رب ما يطلع شيء وتسبب لك انا بفطارك. I need people to understand that if I text you H-E-H-E, it's not it's حلوة حلوة، ما توقعته ما توقعته. بنوب عمر سليمان، كيف تصاحب؟ كيف يا زلمة؟ شهر الله. لا هو عم بيسألني يخرب الله ياخذك، بيسألني إلي، فكرت يعطينا هو معلومات، طلع هو بده من يعلمه. بص عليا بص ابو ديد، انا دان دان، والله انت ابو ديد، فتح عينك. هذا ابو ديد اللي بيضل ابو ديد، عرفتك. صيام من منيح لحد الان ما حكيت شيء غلط، صح؟ نحن لازم ما نتنمر، اوكي؟ لازم انا ما اتنمر وانت ما تتنمر، فرح نشوف اذا رح تقدر انت ما تتنمر، انت ما تتنمر وانا ما اتنمر. هذا الهدف من الفيديو، لازم تضحك بس ضمن الحدود. باتمان باتمان الرقاصة. عاش سبايدر مان، هو صاح لصاحب سبايدر مان قال له انا مع بلاحة، تعال ساعدني. اسخف باتمان وسبايدر مان ممكن يعدوا عليك. لا ما ضمين، والله ما ضمين، بمزح. شوف اللي بعده. جلستني الشكليطة اللي رصاصة لما تعطى، ليش؟ والشعر الحريري ناعم بدش مشاطة. شو هاي؟ والشعر الحريري، ليش هاي؟ هاي اخذة حبة مميع، هذا هاي اخذة حبة، ليش هيك؟ خربانة هاي، بتحسها كأنه معطوبة البنت. اللهم اني صائم. حتموت من رحم الارض نطلع زي جن بخ 100%. بس لحظة هلا نحن بالفعل بنشرب هيك سكر كتير مع الشاي، بحس الاتراك يمكن بيشربوا لسه اكتر سكر، ما؟ ماي فريند شلون شايك؟ بذكرك بكاسة شاي هلا على الصيام، يا عيني انت صايم، كاسة شاي قاعد هيك بالفي، الله الله. ابدا انا ما بدي اضايقك. علقانين مع هاري بوتر. هاي حرب عصابات جايبين الفتيش، والله فكرة خطيرة، فكرة خطيرة. بتذكر كنا نستعمل منها كتير بالعيد، نضرب في الجو. طريقة مضمونة لتحفظ المادة قبل الامتحان كم ساعة، هاي بحتاجها أنا كتير. عافية عافية، عض الكتاب كله الكتاب. الله يخرب بيتك. فيديو اللي بعده انا عند ابرا البيست، اتركي البيست بحاله يا شيخ، بس يلا قول بجوز تقرا له الفاتحه، بتعيي له دعاء. سلام فضه، شلونك؟ انا وايد متضايق انه الله يرحمك، بس اي جوتي البس حق ملابسي لوك هذا ولا؟ حلو موضوع حلو. هي بتكون مسكينه بابرا، الله بتقول ما تعطيني جوتي لانتفك فيه على جوتك. اللي بعده قبل الامتحانات كله بده يصير بقى الشاطر وحبوب الاستاذ ويتدلع، لخص البنات يخرب. اللهم اني صائم. لما تتذكر شكل الإجابة ولونها وفي أي صفحة بس ما تتذكر وش مكتوب.
تكون وضعك مثل الكلب. والله صارت حصل، يعني بتكون انت بأسوأ مراحل حياتك، تقعد هيك تبلش تعصور بمخك، تكون قاعد بالامتحان وبتعرف بأي صفحة فعليا، وبتعرف شلون كان شكل التصميم تبع الصفحة، بس إلا الإجابة ما بتعرفها. ممتاز. أنا عن باب أمي بعد ما خلصت فيلم رعب. هذا الميم عن الأب والابن، لما أبويا يزعق على أخويا الصغير ويقول لو الكبير كان متربي ما كنت حتكون كده. فكرة الأخ الكبير مهمة، يعني صعبة، يا أما بتحل مشاكل يا أما بيجي لك الككة تبع أخواتك الصغار. الككة يعني تصرفاتهم المعفنة. وضعي وأنا أعمل بروفا للبسة بكرة على الجامعة بنص الليل. هذا الميم للبنات. هاي بعرفها، هاي بعرفها تبع يا اخوان، ما بعرف شو اسمها، بس مهضومة كتير مهضومة يعني. بس في حدا هيك بيعمل فعليا؟ بنات حدا بيسوي هيك بالليل؟ بتقعدوا هيك بتشوفوا اللبس بتتأيسوا بتعملوا بروفا؟ الفيديو هاد عن الحب حبيبي، خلينا نكون صريحين مع بعض. انا بعد ما يحكي لي الصراحة وحياة الله، هذا الميم سويته بنت من مواليد 2004، مستحيل غير هيك. آها جينا على كوكسال بابا. إذا فتحت ام بي سي 3 بالغلط أخوي صغير. أنا صراحة فيديوهات كوكسال بابا كلهم بضحك عليهم. نشوف هذا إيش مطبق له. كوكسال بابا والله مهضوم، فيديوهاته حلوة عن جد. هذا اللي شوف اللي بعده، بس ما في مستوى، ما في فيديوهات يعني خطيرة. لما صاحبي يحكي لي نكتة أنا مثقل دمك. حلوة، إيه حلوة، هذا مقبول. فلاح مشخصنها شوي الله يهديه. فلاح راح نسألك سؤال بالعلوم، يا حيواني قعدنا الصبح عمي. شلون اعطايا عمي؟ مين الكذاب اللي وعد حبيبته بده يخطبها على الصيفيه لحتى بطلت تصيف بالمره؟ لا الله لا يوفقك شو عملت فينا. لايك ها حلو. اجينا على ميم 11. ميم 11 كمان بيكون حلو بالعاده، لما تكون متزوج جديد ويعزموك رفقاتك على سهره كلها نسوان. لك انا طيب قسما عظما، إذا ما بتحلوا عني برجع على التوبة وبرجيكم شي بحياتكم ما جبتوه. حلو حبيته. حدا بيشاركني الرأي إنه الإنسان بس يرتبط أو يتزوج بيصير عنده اختيارات كتير واسعة اللهم أني صائم، اللهم أني صائم. I'm sorry. هذا الفيديو شكله بيضحك. بنعمل ما شغله. لما تخلص أنينة الكاتشب. يا الله خشيم خوف يسحرك، يا الله دمار بكيو وعملياتي فايبل، يا الله يا الله خشيم خوف يسحرك، يا الله وعملياتي فايبل. اوكي اللهم اني صام، استغفر الله العظيم. يا الله. هاي كانت مجموعة الفيديوهات لليوم، يعني كانت مقبولة، ما بحسن اقول قوية، بس انه بتغير الجو شوي، بتعدل المود. ان شاء الله تكون عدلت لك مودك ماي فريند وانبسطت بالفيديو. اذا حبيت هذا الفيديو اكتب لي بالتعليقات لحتى انزل منه برمضان، لانه انا بحسن من هاي نوعية الفيديوهات انزلك كتير، نحطها بس اكسكلوزيفلي بس لرمضان. ينعاد عليكم مرة تانية ورمضان كريم، ومنشوفكم فيديو جديد ماي فريند. لا تنسى الاشتراك. السلام عليكم. عندي زمايل قبروا يتجروا في الممنوع، ما فيش وقت لو امشي.